أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن آخر تطورات الوضع الميداني في الضالع وأسباب سقوط مواقع عديدة بيد ميليشيا الحوثي. قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تواصل حشد مقاتليها باتجاه منطقة ضوران مركز مديرية الحشة، وحققت تقدم في عدد من المواقع. وأضافت المصادر أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا في نقيل ضوران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وفي السياق ذاته ناشد أفراد الجيش الوطني والمقاومة الحكومة والتحالف تقديم الدعم اللازم والأسلحة والعتاد للتصدي لهجمات ميليشيا الحوثي المستمرة. إلى ذلك شن التحالف غارات عدة على مواقع الميليشيا في منطقة الدخلة بالحشة ومواقع في جبهة العود. في هذه الحلقة نقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى متى تظل الضالع وجيشها ومقاومتها بلا دعم ووسائل مجابهة للحوثي؟ ومن يتحمل تبعات سقوط المناطق بيد الميليشيا؟ تطور عسكري خطير في الضالع إثر سقوط مديرية جديدة بيد مقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية. فقد أكدت مصادر محلية صحة ما أعلنته الميليشيا عن سيطرة مقاتليها على مركز ضوران عاصمة مديرية الحشا بعد يوم كامل من المواجهات العنيفة مع المقاومة الأهلية محدودة الإمكانيات التي شكلها سكان المديرية على مدى شهرين كاملين. خلال الساعة الماضية حقق مقاتل الميليشيا تقدماً سريعاً وغير مسبوق في هذه المديرية، انتهى بتمكنهم في الساعات الأولى من فجر الأربعاء من الوصول إلى ضوران مركز المديرية والاستيلاء على مبنى إدارة السلطة المحلية للمديرية، حيث تشير المصادر المحلية إلى أن المعارك التي سبقت سيطرة الميليشيا على ضوران لم تدم سوى ساعات. وكانت المديرية قد شهدت على مدى يوم كامل معارك عنيفة ساهمت فيها قلة إمكانية المقاومة وانقطاع الإمدادات عنها بصورة كاملة في تحقيق تقدم سريع للميليشيا في مناطق الطاحون والدخلة وقلعة يراخ. وكان التطور الأسوأ الذي سبق سقوط مركز المديرية قد تمثل في تمكن مقاتلي الميليشيا من قطع الإمداد على مقاومة الحشا بعد سيطرتهم على منطقة الزقمة، حيث الطريق العام الوحيد الذي يربط الضالع بمديرية الحشا. وسبقت هذه التطورات المتسارعة نداءات استغاثة من المقاومة الشعبية في المديرية للحكومة الشرعية والتحالف العربي وقوة الجيش والمقاومة في الضالع بسرعة مدها بالسلاح والتعزيز لصد هجمات ميليشيا الحوثي المستمرة بحق أبناء المديرية، وحملت هذه الجهات جميعها مسؤولية أي تطورات قد تهدد بسقوط الجبهة. وسائل إعلام تناولت أنباء عن تدخل طيران التحالف للمرة الأولى منذ بدء المعارك قبل شهرين في مديرية الحشا، وأفادت تلك الأنباء بقيام الطيران بعملية إنزال وضرب لعدد من التجمعات والإمدادات التابعة للميليشيا، بعضها استهدف هذه العناصر في مركز المديرية. لكن لم يتسنى حتى الآن التأكد من صحة هذه الأنباء في وقت بات فيه الحوثيون على تماس مباشر مع الضالع التي تهيمن على القرار العسكري والأمن فيها عناصر تنادي بالانفصال وتظهر عدم اكتراث بما يدور في الحشا التي اقتطعت من محافظة تعز وأضيفت إلى عدة مديريات تابعة لمحافظة لحج لتشكل جميعها ما يسمى اليوم بمحافظة الضالع. ينضم إلينا بداية من الضالع الإعلامي مرزوق الصيادي. أهلا بك أستاذ مرزوق. أهلا وسهلا. إذن لو نبدأ بالحديث عن آخر المستجدات الميدانية لديكم. نعم أستاذي العزيز، آخر المستجدات الميدانية بجبهات القتال بمحافظة الضالع في جبهتي حمك وخصوصا جبهة الحشا وكذلك جبهة مريس. جبهة الحشا أستاذي العزيز شهدت معارك عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية والقبائل وميليشيا الحوثي الإنقلابية. استخدمت الميليشيات جميع أنواع الأسلحة الثقيلة في أكثر من منطقة، من منطقة الدخلة وكذلك المشواص ومجيل أبوران ومنطقة الطاحون. دفعوا بالبدائف المدفعية والهاون على التجمعات السكنية وكذلك على الأماكن التي يتواجد بها رجال المقاومة والقبائل. رجال المقاومة يعني أبدوا بسالة وشجاعة وتصدي من قطع النظير في مواجهة الميليشيات الإنقلابية في الساعة الأولى من المواجهات في كل الاتجاهات التي فتحتها الميليشيات الإنقلابية، فيها جبهات ومحاولات للسيطرة على الأماكن الاستراتيجية في مدينة الحشا. بما أن مديرية الحشا وبشكل خاص هي ذات أهمية واستراتيجية ومحورية
بالنسبه لمحافظه الضالع وكذلك محافظه عيد حيث ترتب يعني هناك العديد من الطرق ترتبط بها مديريه الحشا، منها الطرق المؤديه الى مديريه السدره ومديريه دعطبة عن طريق الجدمه وكذلك الى مناطق في محافظه تعز. استاذ العزيز، رجال المداومه ثبتوا الميليشيات خسائر فادحه في الساعات الاولى من المواجهات، الا ان الميليشيات كما هو العاده داموا باستخدام وبسط المناطق الأهل بالسكان ايمانا منهم بان هذا البسط سيضطر رجال المداومه الى التراجع خشيه من استهداف المدنيين كونهم ابناء المنطقه. المناشدات والاستنجادات من قبل رجال المداومه توالت في حينها منذ مساء الامس الى قياده التحالف وقياده الشرعيه بالتدخل للوقف هذا الهجوم العنيف الهمجي من قبل الميليشيات، الا انه لم يتم التدخل في وقت الحاجه التي طلبت قياده المداومه، حيث قامت طيران التحالف بظائرات جوية على بعض المناطق التي كانت تسيطر على الميليشيات، ولكن للاسف الشديد بعد ان توغلت تلك الميليشيات مرورا من منطقه الدخله ونجي البوران وكذلك استقرت على منطقه الطاحون وصولا الى مركز المديريه. في اتصالات في اجريتها قبل ساعات مع مدير عام المديريه وهو الاستاذ عبد الوهاب المشرقي، اكد لي بان رجال المداومه وابناء قبائل الحشا يعني مستعدين لمواجهه الميليشيات، وليست المواد التي ستتقي يد الميليشيات اول واخر، بامكان رجال المداومه استعادتها في حال توفر الدعم اللازم للمداومه. وكذلك الاسناد الجوي من الطيران. انا اوجه رساله الى الحكومه الشرعيه والى محافظه يعني والى السلطه المحليه في محافظه الضالع، اقول شكرا لجميع يعني جهودكم للامانه والحقيقه التاريخ، فهناك يعني توجيهات صارمه من قبل محافظه الضالع جايه محافظه الضالع والربح اي بصالح بالدعم الجبهتي الحشا وكذلك جبهه حماه. طيب سنتحدث عن الدعم المقدم اليوم للجبهات في الضالع استاذ مرزوق، لكن ما هي الأسباب التي يمكن من خلالها تلخيص أسباب سقوط مديرية الحشا بيد الحوثيين اليوم؟ سيدي عايز، نعم، الأسباب التي أدت إلى سقوط مديرية الحشا ليست ناتجة عن قوة الميليشيا في الإنقلابي، هذه يعني نقطة مهمة. الأسباب التي أدت إلى يعني سقوط مديرية الحشا في يد مسلحي الميليشيات، أولاً عدم التمركز في الأماكن أو المناطق التي يجب أن يقوم فيها المداومة والجيش الوطني. اثنين، عدم مدهم بالعتاد الذخائر وليس الاسلحه، كان بالامكان ان يمدهم بالاسلحه بالذخائر الاسلحه الثقيله، فهناك انواع من الاسلحه الثقيله بامكانهم ان يواجهوا ويداوموا الميليشيات الانقلابيه حتى يتم اسنادهم. اثنين، الالويه المشتله ويعني في الخارطه العسكريه للمناطق في مديريات محافظه يعني المحرره يعني لم يطبق التنفيذ في تلك المديريه. هناك اماكن ومداخل لمديريه الحشا كان بامكان الشرعي او الجيش ان يتمركز فيها، مثلا على سبيل المثال في منطقه الزجمه على الخط الرابط بين مديريه تعطبه والحشا، في منطقه الطاحن كان بالامكان انه بعد ان تم تحرير بعض التباب او يعني السيطره على بعض التباب من قبل الجيش الوطني، حينها عندما كانت المواجهات على اشدها في جبهه الحشا منذ ما يقارب الشهر، لو تمركزت هناك يعني وحدات من الجيش الوطني ومدون بالاسلحه لم تتمكن الميليشيات الانقلابيه من السيطره على ما سيطرت عليه امس في منطقه الطاحون. وهذه المناطق انا عندما اتحدث عن منطقه الطاحون وعن منطقه الزدمه وعن منطقه وعن جيل بوران وعن جبل الاحذوف، هذه هي المناطق الاستراتيجيه والهامه في مديريه الحشا. يعني على سبيل المثال جبل الاحذوف استاذ الحديث ان تم السيطره عليه من قبل الميليشيات فبالطبع محافظه الضالع ومناطق شاسعه منها ستكون تحت مرمى والسيطره الناريه للميليشيات الانقلابيه، وبالاضافه الى يعني تمكنوا من قطع الطرق المؤديه من والى مدينه الحشا بشكل خاص، وكذلك يعني اعاده اي تقدم او محاوله من قبل من اطراف جبهه الحشا في اتجاه الغرب. لكن انا اقول ان على القياده الشرعيه وعلى الجهات المسؤوله العسكريه في وزاره الدفاع وقيادة المنطقة الرابعة وكذلك في محور الضالع ان بامكان ان يتلاشى ما حصل الان ويتم. طيب سأعود لك استاذ مرزوق بشكل مستعجل. طيب سأعود لك، تبقى معنا وينضم الينا من ليفربول الناشط السياسي عبد العتابي. اهلا بك استاذ عبدو.
نعم لو اهلا بك، تسمعني؟ صوت ضعيف جدا عندي. طيب سنحاول رفع الصوت لك استاذ عبد الوتابي من ليفربول ناشط سياسي. بدايه باعتقادك، ما هي اسباب سقوط مناطق عديده في الضالع منها الحشا وغيرها من المناطق؟ اولا شكرا على الاستضافه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقه الذي حصل في مديريه الحشا انا باعتقادي انه حصل تسليم، يعني تسليم من السلطه المحليه واداره المديريه، لانه الذي يعرف المنطقه ان الزقمه يعني اقصد جبل إيراق وتحت جبل بوران، واعتقد انه لو في كان ضرب رصاص بآلي كانوا لن يتجرؤوا الحوثيين بالطلوع الى هنا. طبعا للانصاف انا طلعت في بث مباشر وتكلمت عنه على ان كثير من الامور هذه اللي تدور يعني هو عبث بشباب متحمسين للدفاع عن المديريه، للدفاع بحيث ان مديريه الحشا اذا تجاوز منهم في الجيش الوطني بحدود 13,000 مقاتل في داخل في كل الجبهات، وبصراحه في صدمه كبيره لكل الناس. وانا اعتقد انه في اتصال من قوى يعني هي اللي ارغمت اداره مدير المديريه والمجلس المحلي بالتخلي عن المحافظه عن المديريه عن اداره مركز دوران اللي هو مركز دوران لمديريه الحشا. الامر الاخر اكد لك بانه لا زال الاحذوف، وانا هذا الحاجه الغريب الغريب يعني انه الاحذوف لا زال صامد الى الان، وكثير من الجبهات يعني صامده. طبعا فيها الصراع الحزبي هذا المقيت هو اللي اعتقد لعب دور بهذا، لانه قد تكون صحيح انا لا اقدر اظلم يعني مثلا بني المشرقي او الكربي بالتضحيات اللي قدموها في الجبهات من الشهداء واللي قدموه في الحشا وفي غير الحشا، يعني هذه اسرتين قدمين كثير مع الجيش الوطني، وانا اعتقد ان الشرعيه تعاقب الاحرار تعاقب الذين كانوا مناصرين، وها هو اليوم الشرعيه كانها تقول لمن كان يناصر الشرعيه ها نحن نعاقبكم يا ابطال الحشا، ناتي بكم بالحوثي الى داخل، لانه الدعم بحقيقه الامر انا اقدر صحيح الدعم كان. طيب قبل ان نتحدث عن نقطه الدعم استاذ عبد، قبل ان نتحدث عن نقطه الدعم، اشرت الى وجود تسليم لهذه المناطق وان هناك من يمارس عبث في هذه الحرب وتحديدا في هذه المناطق، باعتقادك من يقف او يمارس هذا العبث وما هي مصلحته؟ حقيقة انا بصراحة امس طلعت وكانت في يعني لانه اصلا المجلس المحلي انا اللي اعرفه المجلس المحلي والمدير اللي هو تعتبر المديرية باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن ابناء الحشا، رئيس المجلس المحلي هو المنتخب من ابناء الحشا والمدير ايضا، هؤلاء يمثلون وهؤلاء هم المسؤولين امام الله على ابناء الحشا، فاذا كانوا في اتفاق مثلا مسبق مع الحوثيين، وهذا اللي انا لا اقدر اجزم فيه، بس في ملامح انه كان في اتفاق مسبق يعني بتسليم المديريه، اذا كانوا مش قادرين، انا طلعت في قناتك في قناتكم في بلقيس في اول بث وقلت هكذا، اذا كانوا خوف السلطه المحليه يرون بانه ما لا يمكن ان نقاوم ولا يمكن نصمد يعملوا اتفاق ونخلص يعني مع الحوثيين، هذا رايي انا وانا احملهم المسؤوليه، هذا حقيقه يعني صحيح انا قد يكون لكن ليست المجالس المحليه اليوم من تدير المعارك، هناك قياده محاور عسكريه وقيادات والويه جيش تابع للحكومه الشرعيه. نعم هو جيش، لكن نحن في الحشا اولا على المعلومه الحشا لا يوجد فيها جيش وطني من 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 منذ اقامت، صمدت ابناء الحشا صمدوا بسلاحهم الشخصي واستطاعوا يعني وقفوا في 2015، وكانت منطقه خارج نطاق الحوثيين وكانت تابعه للشرعيه، وهي مخزون من احد المخازن اللي كانت تغذي الجبهات في كل في على طول اليمن. الذي حصل قد يكون أنا ليش انا اقول ان المجلس المحل السلطه المحليه في قعطبة هي اللي تتصدر المشهد، وانا كتبت تتصدر المشهد بالنسبه للمقاومه، مدير المديريه ورئيس المجلس المحلي، نحن في الحشا لم يكونوا لهم في اي وجود، كانوا صح حضور، كانوا يحضروا الى الجبهات صور يحضروا انهم حضروا، ولكن انا اعتقد انهم كانوا المفروض يقولوا للناس، يقولوا لنا انا مثلا ابن خالي الصعب كان المفروض يقولوا لنا يا اخواني اسمعوا ما في دعم اسحبوا عيالكم وخلاص وانتهينا، يعني من العبث هذا، لانه انا اعتبر هذا الحرب عبثيه بامتياز، لا تعرف من هو يعني والله القهر اللي موجود بالشباب البريء
الذي كان يحلم بالستة الأقاليم والذي كان يحلم. أنا باعتقادي أن الحرب أخذت مجرى آخر، وأنا أقولها أنه هكذا باعتقادي أن الهدف ليس في العشاء ولا قعطبة ولا مريس ولا المسيمير، وإنما الهدف هو شن حرب شمالية على الجنوب لاجتياح الجنوب للمرة الثالثة. هذا رأيي. طيب سأعود للأستاذ مرزوق. أستاذ مرزوق، مع تصاعد المعارك اليوم في جبهة الضالع، ما طبيعة الدعم المقدم من التحالف والحكومة الشرعية، وإلى أي حد هذا الدعم كفيل بتحقيق نتائج لمصلحة المقاومة والجيش الوطني؟ نعم أستاذ العزيز، يعني ملاحظة أود أن أقول أنه الجيش الوطني، يعني الجيش الوطني أو في وحدات رمزية موجودة ومتواجدة في جبهات القتال بمحافظة الضالع على الأرض الميدان، بما أن الميليشيات الإنقلابية فتحت يعني موجات هجومية على ثلاث الجبهات، وهي جبهة حمق وجبهة الحشاء وجبهة مريس، وكذلك الجبهة اللي فتحت في جبهة ميت الشوفي، الإسناد من قبل الوية في محافظة الضالع ولو بشكل رمزي موجودة ومتفرعة في أكثر من مكان، المواجهات عنيفة والسلاح الذي يستخدم من الطرفين يعني أنواع كل من الأسلحة الثقيلة. أود أن أوصل رسالة وهي أن التحالف العربي هو المسؤول عن يعني إسناد الجيش الوطني بإمكانه، وليس كان بإمكانه بل بإمكانه في هذه اللحظة وفي أي وقت أن يقوم بضرب المواد الاستراتيجي للميليشيات الحوثي في يعني المحيط أو في خطوط التماس في ثلاث الجبهات، ابتداء من جبهة مريس ومرورا بالحمق ووصولا إلى الحشاء. كون المواد الاستراتيجية التي تتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية مسبقا هي مصدر مد المسلحين التابعين لهم الذي هم متواجدين في مواقع جبهة حمق، وكذلك في أطراف بيت الشرقي وبيت الشرقي، وبالإضافة إلى مناطق سوان وغيرها في جبهة مريس، وكذلك في العشاء. لأن الميليشيات الإنقلابية هي يعني وصلت إلى هذه المناطق عبر مشاة وليست يعني بالمعدات الثقيلة مثل الدبابات، ربما هناك يعني ثلاث دبابات منهم تم دسمهم في جبهة حمق وفي مريس، وفي جبهة العشاء لا زالت هناك دبابة ومتبعية تبصر يعني المناطق التي لا زالت مع المقاومة. الطيران التحالف العربي يعني المطلوب ان ينفذ غارات وفق احداثيات الاحداثيات الثابته والمتحركه في الجبهات لاستهداف مواضع الميليشيات. هناك يتم التمكن من دحر الميليشيات و يعني السيطره على هذه المواضع كونها مواضع مستحدثه من قبل الميليشيات، ليست يعني منذ وقت، بحيث انه الان هم موجودين في مواضع باسلحتهم الشخصيه والخوف يعني يحيط بهم من كل اتجاه والاستهداف لهم يعني على يعني مدى الوقت. المطلوب الان ان يكون هناك وحدات رمزيه تساند الجيش الوطني الموجود هناك، كون الجيش الوطني الذي كان في السابق وخصوصا في الوقت الراضي درا القوه الوهميه كانت ما يقارب من 5300 جندي، وعلى الواقع لا يوجد هناك الا افراد من الوقت 30 درا يعني بالقليل الاخرين تبخروا وذابوا وراحوا في ادراج الرياح. العميد الرقم هذا العلوي حفظه الله قائد الوغاثين دراء، وكذلك وبجانب العميد عبد الحالمي واحمد القبه، وكذلك المحافظ محافظ الضالع والكثير من الشرفاء يعني يقاتلون بافراد يعني التفوا حولهم من المقاومه ومن رجال القبائل وكذلك من وحدات رمزيه موجوده الى جانبهم. اما بالنسبه للوغاثين دراء الذي بنينا على انه سوف يتحرك محافظه اف في ادن الوقت، لم يتمكن من لم نجد من افراد يعني على ارض الواقع يعني ولو اشكرك على كل هذه الاشارات المهمه استاذ مرزوق الصيادي، شكرا جزيلا لك الاعلامي، كنت معنا من الضالع. ارحب بضيفنا ايضا من الضالع الصحفي علي الاسمر، اهلا بك استاذ علي. اهلا وسهلا بك وبالاخوه الضيوف والمشاهدين الكرام. عن اهم المناطق التي ما زالت تشهد مواجهات لو تحدثنا، وايضا إلى أي حد تمثل هذه المناطق ربما أهمية وتأثير على الجبهات الأخرى؟ حقيقة المواجهات لا زالت مشتعلة في جبهتي مريس وبيت الشوكي وقرين الفهد التابعة لمديرية قعطبة، فيما المواجهات أيضا أو هناك جبهة صد أو مناوشات في جبهة الحشاء في الطريق العام الرابط بين مديرية الحشاء
منطقة حجر التابعة لمديرية الضالع. هناك المقاومة لا زالت تتواجد في خلف منطقة المشواف، وربما الساعات القادمة قد نشهد تغيرا جديدا أو اشتعال مواجهات في مختلف في بعض أو مختلف قطاعات الجبهات في محافظة الضالع. كاستشراف منك وتوقعات هذه المواجهات التي تتوقع أنها تتصاعد خلال الساعات القادمة إلى مصلحة أي طرف ربما وفق المعطيات والمجريات الحالية؟ لا يمكن التوقع عن أي طرف قد يحقق تقدم على الأرض، لكن يبدو أن الميليشيات الحوثية لا زالت تعزز مواقعها في مديرية الحشاء. مديرية الحشاء تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تظل جبالها المتمثل بجبل الحشاء الاستراتيجي يطل على مديريات الضالع والأزارق ومواذيا لها لمديرية الأزارق، كما أنه بالسيطرة على جبل الحشاء تكون الميليشيا ربما قد أمنت طريقها نحو مديرية المسامير، إذ في الجهة المقابلة الميليشيا قد تمكنت من هي أيضا مسيطرة كانت من قبل على جبال مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز. من الجهة الغربية جبل الحشا يؤمن لها المرور حتى الوصول إلى مديرية المسامير، وبعدها تقع منطقة العند. الخطورة تكمن في هذا، وبرغم الصعوبة الجبلية صعوبة الطريق الجبلية والمرتفعات التي قد تشكل أيضا بالنسبة للميليشيا محرقة يتوقع أن تكون كذلك. طيب سأعود لك أستاذ علي، أعود مرة أخرى للأستاذ عبده من ليفربول. كنت أشرت إلى نقطة أن هناك حالة خذلان فيما يخص الدعم بالنسبة لجبهات الضالع، برأيك لماذا لا يتم دعم هذه الجبهات؟ هو حقيقة علشان ما نظلم أيضا، يعني لأن أنا مش موجود، يعني واحد لما يتكلم يجب أن يكون صادق. أنا باعتقادي لأن المسؤولية لما أتكلم أنا، لأنه أصلا لما يقولوا ليش نتكلم أنه المجلس المحلي، لأن أصلا الصورة اللي موجودة والرسائل اللي كانت تأتي من الحوثي كانت تأتي للسلطة المحلية في داخل مديرية الحشا. يعني التهديد اللي حصل من قبل بداية الحرب كانت الرسائل ترسل للسلطة المحلية في مديرية الحشا، ولهذا أنا أعتبر أنه يجب أن يكون واحد مسؤول على 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 مديريته، لأنه باعتباره وهم باعتبارهم انا ولا احملهم يعني انهم خونه او طيب يعني هذه النقطه قد وضحتها انت في الجزء السابق استاذ عبد، لكن نعم نقطه نعم لماذا لا يتم دعم هذه الجبهات؟ كنت بدات بالحديث عنها في المحور السابق، ما الذي يجعلك نعم تعتقد هذا الاعتقاد ان هناك عدم وجود دعم لهذه الجبهات؟ اولا يا اخي من المنطق، يعني اولا لم يشكل قائد مقاومه في داخل الحشا، هذا امر واحد. الأمر الآخر أنها جبهات يعني متفرقة بقيادات مختلفة، يعني مثلا عندك في الأحلوف جبهة، في هذه اللي اتضح الآن اللي اتضح لي أنا أنها كانت جبهة، هذه حق نقيب بوران والمناطق هذه، يعني ما في ترتيب بهذه العشوائية. الدعم أنا اللي أعرف أنه الحزام الأمني صحيح دخل في قعطبة وكذا، لكن في الحشا لا يوجد لا جيش وطني، الجيش الوطني اللي موجود في داخل الحذوف هم أبناء الحشا اللي كانوا في مريس وانتقلوا مع القائد النميري اللي نحييه واللي واقفين في لا زالوا يقاتلوا في الأحذوف. بالنسبة أنا ما عندي تفاصيل حول الدعم، لكن صحيح كثير من الناس يشكو من الدعم، وهذا أيضا مسؤولية الشرعية. أنا أسأل مثلا الحرب هذه الطاحنة اللي موجودة في مريس وقعطبة والحشا، لم نسمع وزير الدفاع، لم نسمع رئيس الأركان، لم نسمع أعضاء مجلس النواب، لم نسمع أحد من الشرعية يسأل عن هذه على الأقل حتى ويهتم. الأمر فيه خلل، في شيء من الغموض. أنا أعتقد أن الحرب هذه يعني عبثية بامتياز، وفي أمور يعني بالأمور هذه تحسم بالتلفون، يعني كأنه خلاص قلوا، لأنه ليس من المنطق. أنا أعرف المنطقة وذوران، يعني لو واحد يعني عنده سلاح خفيف ممكن يقدر يصد له، لكن الحوثيين دخلوا بسلام الى داخل المديريه، يعني في خلل، يعني في شيء من العبث. الدعم حقيقه لما تركوا كثير من، وخاصه انا اعرف بعض الناس اللي قاتلوا في الجبهه، الفندم قائد الكربي هذا الرجل قاتل حتى اخر لحظه، وفي الاخير انسحب لانه شعر
انه ما احد يعني بجنبه ولا احد يعني ما في دعم. هو انسحب لانه ما في دعم، وانا اثق في ذلك. ولهذا احنا ما انا لا 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 اجزم بان ابناء الحشية تركوها. صحيح الدعم كان في توقف عن الدعم، وانا عندي معلومات انه خلال 4 ايام توقف الدعم عن مديريه الحشية، وهذه المسؤوليه مسؤوليه الشرعيه وليس احد. لا احد يقدر يقول لي الحزام الامني وابناء الضالع لم يقصروا معنا، مع الحشية ومع مريس، وهم يقدمون الحزام الامني او كذا. القوات الجنوبيه قدموا شهداء ويقاتلون جنبا الى جنب مع ابناء الحشية ومريس في الاطراف حق الحشية. هذا يعني المسؤوليه تقع على الشرعيه، وانا اعتقد انه يعني الشرعيه هذه اصبحت انا برايي يعني ثقل على اليمنيين في كل شيء. اشكرك جزيلا عبد العتابي ناشط سياسي من ليفربول. اعود للاستاذ علي من الضالع. استاذ علي، هل تمكنت الميليشيا من قطع الطرق الرئيسيه الى الضالع وباقي المحافظات؟ لم تتمكن الميليشيا بالنسبه اول الخط العام فقط الذي قطع، الرابط بين الذي يصل محافظه الضالع بمحافظات صنعاء وزمار وإب. كانت الميليشيا قد قامت بتفجير الجسور في منطقه الحقب بدمس، ادى ذلك لتوقف الحركه، ايضا مرور الشاحنات والناقلات من طريق الضالع نحو اب والذي كان هو الطريق البديل عقب تفجير الميليشيا للجسور في منطقه الحقب، ايضا توقفت الحركه مرورا وايابا بسبب الموازهات. هناك انباء ان الميليشيا قامت بتفجير جسر الوطيف لكن هي غير مؤكده. اما بالنسبه لجبهه الحشا فالواضح جدا، ونحن أنا كنت في عدة زيارات إلى تلك الجبهة. الجبهة كانت قامدة بجهود أبنائها منذ البداية، لم تتلقى أي دعم. قامت قوات الجيش الوطني ممثلة باللواءين 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط، وهما اللواءين يتمركزان في جبهة مريس. قام اللواءين بتعزيز جبهة الحشا وتمكن من صد الميليشيات وإرجاعها إلى منطقة الطاحون، لم يكن يفصلها عن منطقة المشهد وما بعدها مديرية السبرة إلا مسافة قليلة. لكن جبهة الحشا كما بينا بالأمس بيان للمقاومة الشعبية أطلقت بالأمس نداء استغاثة لكن لم يغثها أحد. حملت المقاومة الشعبية بوضوح التحالف العربي والشرعية ما قد يترتب على عدم الدعم. وأيضا المواجهات لم تكن وليدة الأمس في مديرية الحشا، المواجهات هي مستمرة منذ أسبوع. 4 أيام استطاع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء الحشا بإمكانيات ذاتية الصمود في منطقة الزقمة التي تعرضت لهجمات متكررة من ميليشيا الحوثي. صمدوا صمود الأبطال ل4 أيام، لكن الميليشيا استطاعت اختراق الجبهة. عقب ذلك تمكنت الميليشيا من قطع الامداد عن جبهه الحشا، فتمركز الابطال في جبال الحشا في مركز المديريه في غوران 3 ايام وهم يناشدون التحالف العربي ويناشدون الشرعيه بفتح الطريق العام لفك الحصار الذي فرضته الميليشيا عن جبهه الحشا سواء في الامداد او في السلاح. قاوم الأبطال 3 أيام وهم صامدون حتى نفدت منهم الذخيرة. إذن كانت هذه هي الأسباب الأسباب من وجهة نظرك لسقوط مركز المديرية. أشكرك جزيلا، لم يعد لدينا الكثير من الوقت. شكرا لك صحفي علي أسمر من الضالع، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم محمد عبد المغني. في أمان الله.